وصولنا لأعلى المراتب لم يكن صدفة، بل كان نتاج عمل جاد ومخلص، ولكن الأصعب من الوصول إلى الصدارة هو المحافظة عليها. لذلك أطلقنا نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي لنساعد الموظفين الحكوميين في الارتقاء بوظيفتهم ومسيرتهم المهنية، حيث يهدف هذا النظام إلى تطوير قدرات ومهارات الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء من خلال ربط الأهداف الشخصية بالأهداف المؤسسية الاستراتيجية وتعزيز القدرة التنافسية الإيجابية وروح العمل الجماعي. وانطلاقاً من ذلك قمنا بتطوير مناهج التعلم والتطوير لتحسين أداء الموظف وإظهار مهاراته وقدراته، وشجعنا على التعاون بين الموظفين وبث روح الفريق وتحفيز الابتكار والإبداع ومشاركة جميع المستويات الوظيفية في النظام حسب الإطار الزمني المحدد، لنضمن النجاح من خلال التعاون بين الإدارات واللجان الحكومية والأفراد عبر 5 مراحل رئيسية هي: تخطيط الأداء، المراجعة الدورية، التقييم، ضبط وموازنة نسب التوزيع، وأخيراً مرحلة المكافأة والتقدير. وبذلك نرتقي بحكومة دبي من خلال الارتقاء بأداء العاملين فيها بشكل عملي وفعال للمحافظة على ما أنجزناه في الماضي والسير قدما نحو نجاحات أكثر وإنجازات أكبر.